مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من قلب شاطئ عين جديدة. أكيد مشاهدي قناة شوف تيفي تابعتوا معنا الحدث المأساوي أو الواقعة المأساوية اللي وقعت هنا في الشاطئ، الواقعة اللي غرق فيها الشاب محمد اللي كيبلغ من العمر ديالو 18 سنة. الآن مياه البحر كتلفظ الجثمان ديالو، عناصر الوقاية المدنية كيحملوا الجثمان ديال هذا الشاب اللي كان لا صافي دابا كاين ما عرفتش واش غير كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تيفي. الان عناصر الوقايه المدنيه كيحملوا جثمان الشاب محمد اللي غرق عن ما يزيد تقريبا 11 يوم. انا لله وانا اليه راجعون. العائله ديالو توصلت بالخبر ديال خروج الجثمان ديالو من شاطئ عين جديده، يعني هذا هو المكان اللي كان غرق فيه مشاهدي قناه شوف تيفي قبل ايام. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدي قناه شوف تيفي ما تخليوش وليداتكم يجيو البحر بوحديتهم، ردوا بالكم، الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم. حنا تابعنا يعني الحاله النفسيه اللي كانت عند الاب، هو كان كل صباح كل نهار كيجي باش انه يتفقد، يعني كيشوف البحر يعني كانت كيتمنى انه يلقى الجثمان ديال الابن ديالو. الحمد لله الان دابا راه خرجت يعني الجثمان ديالو. ها انتم كما كتشوفوا عناصر الوقايه المدنيه مشكوره على المجهودات ديالها اللي جات في عين المكان من اجل حمل الجثمان ديالو. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، مشهد اللي كيقشعر لي يعني الأبدان والقلوب في هذه اللحظات. حمل جثمان الشاب محمد اللي مات غرقا في بحر عين جديدة، هذا الشاطئ اللي كيتعتبر من أخطر الشواطئ الموجودة هنايا، أخطر الشواطئ الموجودة بكازا. الآن العثور على جثمان الشاب هذا اللي علمنا كاملين واللي كل نهار كنجيو باش أننا نسلطوا الضوء عليه باش الوقاية المدنية عناصر الوقاية المدنية يعني يقلبوا عليه. طبعا كانت هناك مجهودات جبارة من طرفهم، يعني داروا المحاولات باش أنهم يلقوه. واليوم هانتوما كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي المياه ديال البحر يعني كتلفظ الجثمان ديالو، عناصر الوقاية المدنية كتحمل جثمان ديال محمد هاد الشاب هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يصبر العائلة ديالو، الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه. شاب كان خلوق جا لكازا باش أنه يخدم على والديه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سمحوا لي إلا كان اللايف كيتزعزع، راه حنا غاديين معاهم في الطريق هانتوما كما كتشوفوا، ولكن مشاهدي قناة شوف تيفي الله يجازيكم بخير. سوا الشباب سوا الوليدات الصغار اللي كيخرجوا للبحر يعوموا، ردوا بالكم، راه البحر ما فيه ثقة، والله ما فيه ثقة، خاصة هذا اللي هنا في عين جديدة. راه كيقدر يبان لك البحر زربية عادي، ولكن
راه فاش كتدخل الله يستر راه كتغرق. شوف شوف عناصر الوقاية المدنية وعناصر فرقة إنقاذ الغطاسين عفوا كيحملوا الآن جثمان الشاب محمد اللي توفى غرقا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه اللحظات ينقل على متن سيارة الطب الشرعي على ما أظن مركز الطب الشرعي الرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.